فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. بركاته تكون مع جميعنا، آمين. في ذلك الزمان تدمر اليهود على يسوع، لأنه قال: أنا الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا يسوع ابن يوسف؟ ونحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول الآن إني نزلت من السماء؟ فأجابهم يسوع: لا تتذمروا فيما بينكم، ما من أحد يستطيع أن يقبل إلي إلا إذا اجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. كتب في أسفار الأنبياء: وسيكونون كلهم تلامذة الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه أقبل إلي. وما ذلك أن أحدا رأى الآب سوى الذي أتى من لدن الآب، فهو الذي رأى الآب. الحق الحق أقول لكم: من آمن له الحياة الأبدية. أنا خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. إن الخبز النازل من السماء هو الذي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا للأبد. والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي، أبذله ليحيا العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا وقالوا: كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ حقا والمجد لله دائماً. إحنا في باب كلمة الله النهاردة بتدعونا إن إحنا نتقابل مع أعماقنا، لأن الحقيقة ملكوت الله في داخلنا، بيقول يسوع في إنجيل متى. ومش ممكن نسمع كلمة الله إلا لما تخلينا نتقابل مع ما في داخلنا، علشان نقدر نلاقي الحياة والحياة الأبدية. لأن الحياة مش في الخارج، هي في الداخل فينا. طيب، إيه الكلمة اللي ربنا بيديها لنا النهاردة علشان نقدر نتقابل معاه في أعماق قلوبنا؟ الكنيسة بتدينا القراية الأولى عن النبي اسمه إيه؟ إيليا. أنتوا عارفين إيليا ده راجل أكبر الأنبياء في العهد القديم، راجل اللي ربنا اداله رسالة كبيرة جدا، وكمان زاده كرامة لما تجلى على جبل طابور يسوع وأظهر لتلاميذه الثلاثة اللي كانوا معاه، بطرس ويوحنا ويعقوب، أظهر لهم طبيعته الإلهية وكان كله ملتحف بالنور. وإيليا بيمثل الأنبياء، وكان معاهم في
في هذا الوقت موسى النبي. وبعد كده مش بس إيليا كان موجود في تجلي يسوع، لكنه كمان روحه هي اللي كانت بتعمل في يوحنا المعمدان اللي كان بيحضر الطريق للرب يسوع. عشان كده اللي بقوله ده عشان يساعدنا نفهم قيمة الراجل اللي بنتكلم عليه النهاردة، النبي إيليا. حصل ايه معاه وايه موضوعه في القراية الاولى؟ بيتكلم عن واحدة سفر الملوك الثالث اسمها إيزابيل. إيزابيل دي تبقى مرات الملك أحاب اللي كان في القرن الثامن تقريبا ملك على إسرائيل الجهة الشمالية. وهذا الملك اتجوز هذه المرأة اللي من صيدا وما كانتش بتعرف إيمان أحاب، فجاية من الوثنية، فدخلت على الإيمان اليهودي وأدخلت الآلهة بتاعتها معاها. دي مشكلة الزواجات الغريبة، إنه المرأة بتخش الدين وبتيجي بالآلهة الوثنية بتاعتها، أو الفيس فيرسا، الراجل يخش في الدين ويجيب الآلهة الوثنية بتاعتها. طب إيه النتيجة؟ إنه الدين في إسرائيل أصبح مشتت، الناس أصبحت مشتتة جدا وبتعرج بين الفرقتين، بين يهوى وبين البعل وأصنامه، خاصة إنها بنت على كل علوة، كل مرتفع مذبح صغير للآلهة بتاعتها. وإيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام النبي إيليا ربنا أقامه من أجل إنه يصحح اتجاه الشعب اللي بيعرج بين الفرقتين. يوم يعبد الله واليوم التاني يروح للبعل والآلهة بتاعته والأصنام بتاعه. فالرب أقام إيليا علشان يتحدى هذا الواقع ويصححه. فإيليا عمل ذبيحة وابتدى يقول لهم اندهوا للآلهة بتاعتكم، خليها تيجي تاخد الذبيحة دي. فقعدوا يصلوا ويرتلوا ويعملوا، قال لهم علوا صوتكم زيادة لحسن يكون نايم. بعد شوية ابتدوا يضربوا نفسهم وقطعوا جسمهم، لهم أجمد شوية يمكن يكون خرج يروح يشتري حاجة ومش موجود، وهكذا ابتدى يلعب بيهم لأنه بيعبدوا أوثان لا بترد عليهم ولا بتستجيب إليهم. إيليا طلب من ربنا أن ياخد الذبيحة، ألسر نار من السماء، خدت الذبيحة والشعب كله قام وعبد الله إله إيليا. وفضل إيليا في هذا الموقف جري وراء الربعمائة نبي بتوع إيزابيل مرات أحاب وقتلهم وتخلص منهم كعملية تطهير للدين. إيه اللي حصل؟ إيزابيل في القراية دي قالت له بحق الآلهة أنت مصيرك هيكون زي مصير الأنبياء بتوعي اللي أنت قتلتهم.
وهي وأحاب كانوا قتلوا واحد تاني قبل إيليا اسمه نابوت اليزرعيلي عشان ياخد الأرض بتاعته ويضمها للسرايا بتاعته. فإيليا جمع المواقف دي رغم إنه راجل كبير وراجل ليه قيمة ورفيع الشأن ورسالته قوية جدا وعلاقته مع ربنا كده، إلا إنه حصل له إيه؟ أول ما سمع هموتك من إيزابيل خاف وجاله إحباط. رسالته كبيرة لكن ده اللي حصل. وبيقول إيه بقى؟ هرب من إيزابيل من وشها ومشي في الصحراء مسيرة يوم كامل، وشاف حتة رتمة زي حاجة كده تعمل ظل في الصحراء، فراح قعد تحتها. وهو قاعد بيلتقي بما في داخله، فبيقول ايه؟ كفاية يا رب، خدني انا عايز اموت، عملت اللي عملته ووصلت لغاية اللحظة دي، انا مش احسن من اللي فاتوا من ابويا وامي ولا اللي فاتوا كلهم، فكفاية كده وانا مش احسن منهم، خدني عايز اموت. حلو يا ابونا الحكاية اللي بتحكيها لنا دي، بس هي علاقتها بحياتنا ده المهم. انت عندك رسالة؟ ارسالتك حبيبي في الاسرة مع زوجتك ومع اولادك، في الشغل، في الكنيسة، عندك رسالة ولا انت كده من غير رسالة؟ بما انك محمد عندك رسالة، قل لي بتدخل في أزمة في رسالتك بسبب الولاد ومشاكلهم وصعوباتهم، بسبب الشغل وغلاء المعيشة و بتدخل في أزمة؟ طب ده انت ما دخلتش، ده مش طبيعي. واحد فيكم شاطر كده يقول لي طب انت يا سابونا ما بتخشش في أزمة؟ ما احنا على طول في أزمة الحمد لله على طول. البابا بيخش في أزمة؟ النبي إيليا دخل في أزمة كبيرة وقال خدني يا رب، يا رب أموت كفاية، وهو خايف من إيزابيل. كل واحد فينا عنده أزماته الحمد لله، سواء المتجوز، سواء العازل، سواء القسيس، سواء المطران، سواء البطرك، سواء البابا. ايه ده؟ طب ليه يا رب الأزمات دي؟ هقول لكم ليه، لأنه مهم قوي نفهم ده، عشان من غير أزمة عشان نعرف نكبر. ليه؟ لأنه الأزمة هي المكان اللي فيها اللي بيحصل بعد ما قال الكلمتين دول قدام ربنا. بيقول كده الكتاب ثم ضجع، يعني اتفرد ضجع ونام تحت الرتمة، تحت الظلمة، الشجر اللي عامله ظلمة. مين؟ نبي إيليا. وده حالتي وحالتك في الأزمات، بنعمل ايه؟ نهرب، مش عايزين وجع دماغ، لا جوزي تكلمك ولا مراتك ولا عايزه تسمعي صوت العيال ولا كفايه. تقعد لوحدك من كتر الاكتئاب تعمل ايه؟ تنام في غيبوبه عن الدنيا. ممكن ما تنعسش، يعني يا ريت تنام وتنعس كان احسن لك، لكن تبقى قاعد كده مش قادر خالص. ربنا سابه في الازمه دي، عشان كده بقول لك الازمه مهمه لحياتك زي ما كانت مهمه لحياه ايليا. بعت له ملاك يعمل له ايه؟ لمسه وصحى من النوم. بتصحي جوزك ازاي انت؟ كوبايه الميه على راسك.
خلاص ما بيصحاش. انما ربنا لطيف قوي، لذيذ، حنين، يجي يعمل له ايه؟ تاتش إليا، يقول له ايه؟ قل وكل. اوكي، قم وكل. فإليا قام وبص عند دماغه كده، لقى الريح مستوي على الحجر، حجر بيولع في النار، فالريح حلو، عيش كده معمول على الجمر، ولقى جرة مية، فكل وشرب وعمل ايه؟ راح نام تاني. يا نهار ابيض، ده النبي إليا مش عايز يعمل حاجة خالص، قرفان من نفسه للعيشة وللدنيا، ومش طايق حد، وعايز بس يفضل في حالة غيبوبة. واحد فينا يقعد يشرب عشان يبعد من الغيبوبة، واحد يروح يلعب القمار عشان يهرب من الغيبوبة في عز الأزمة، واحد فينا يتسلى بحاجات تانية عشان ما يفكرش في مشاكله، واحد تاني يقعد قدام الرياضة والتلفزيون ويشوف ساعات طويلة، والتاني يشوف أفلام، والتالت مش عارف يعمل إيه. كلها وسائل هروب من موقف في أزمة. نعم، الرب يبعته الملاك اللي يصحي من النوم ويقول له قوم وكل. نفس الكلمة اللي قالها الرب يسوع للصبية اللي كانت ميتة، قال لها ايه؟ طبيطة قومي. نفس الكلمة، نفس الكلمة ليسوع، وكلمة الله جاية تقولها لك وتقولها لي النهاردة، قم من الأزمة بتاعتك، أنا حاضر في حياتك. بس اسمع، مش بس قم من الموت اللي انت فيه، ولكن كل. تقول لي أكل إيه؟ إليا جاب له الرغيف والمية، انت هتدينا إيه حضرتك يا سابونا؟ انا هقول لك، انت جيت القداس هتاكل طبقين. دايما القداس وجبه فيها طبقين، احنا المصريين نحط كل الاكل وبعدين نحط كله في الطبق. لا، يسوع بيخدمنا بطريقه تانية، بيحط حاجه حاجه. اول حاجه حطها على السفره كلمته، يقول لك كل الكلمه. ازاي؟ اسمع كويس، تيجي هنا تقعد وتسمع القارئ بيقول ايه، عشان كده علينا الصوت عشان نسمع، والقارئ لازم يقرا كويس وبقوه عشان نسمع، لانه على قد ما بنسمع على قد ما بناكل، وده بيصير في تواصل مع ملكوت الله في داخلنا وبينورنا على حاجات كتير. وتاني طبق بعد الكلمه هتاكل اللي بيقول على نفسه في الإنجيل، أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، من يأكله يحيى للأبد. ده الطبق التالي اللي بيقدمه لنا يسوع في القداس بتاع كل أسبوع، بناكله عشان يدينا الحياة. قل لي، بتدفع حاجة عشان تاكل في مطعم الله في الكنيسة في الطبق الأول والثاني، بتدفع حاجة؟ حد يقول لي بيدفع حاجة. يسوع بيدي لك ايه تاكله؟ حاجة من عنده؟ ولا بيدي لك نفسه؟ يقول يسوع في الإنجيل الآتي،
الخبز الذي سأعطيه هو جسدي، جسمي أبذله أعطيه مجانا ليحيا العالم. يبقى بتاكل ايه؟ جسم المسيح، بتاكل شخص المسيح، بتاكل المسيح نفسه. ده ايه؟ مجانا بيدي نفسه عشان تاكل، وما يخليكش تدفع حاجه. ومجانا ده مش بتاخد حاجه زياره، ده انت بتاخد الحياه والحياه الابديه. طب ليه؟ ايه الفكره ان يكون مجانا؟ عشان حضرتك وحضرتك وانكلو انا كمان نقدر ندي نفسنا مجانا للي حوالينا. لو كانت المسيح اللي بيدي نفسه مجانا ليك، تقدر تدي نفسك مجانا بدون حسابات لمراتك. لانه دايما في مشكله الكالكول، نحسبها، انا اديت قد ايه في البيت، انا اديت قد ايه مع العيال، وهو يخش ويطلع ما يقوليش انت فين، اسبوع 10 ايام بالطريقه دي، كل يوم يسيبني انظف المواعين وانظف البيت ولا يقول لي انت فين ولا يحط ايده ولا يساعدني. كالكول، بنتعامل مع بعض بحسابات، وعلى قد ما تديني هديلك، على قد ما هتدي في البيت انا هحط ايدي وادي في البيت. ده منطق العالم، ده منطق اللي ما بياخدش حاجه مجانا. مش كده بقول لكم، بزعل قوي لما عبالكم عيالكم بتكبر وبتروحوا تشغلوهم، بزعل قوي، لانه من دلوقتي الولد يبتدي يفهم ايه؟ خلاص على سن 14-15 ابتديت اقف على رجليا واهتم بنفسي واجيب قرش وابقى مستقل عن بابا وماما، واقدر اجيب لنفسي اللي انا عاوزه. يا حلاوتك انت وابنك كبرت في ايه؟ انه ياخد طعامه، لانه بيشتغل، فمين اللي بيديله فلوس؟ المجتمع، شغل، فبيتعلم ياخد طعامه من بره، من المجتمع، فياخد طعامه وياخد مبادئ المجتمع، والمجتمع يعلمه يعيش ازاي كبني ادم حسب العالم. طب ايه نعمل ايه يا ابونا ما نشغلش العيال؟ والله المشكله مش كده، انت محتاج تدي لاولادك لغايه سن معين مجانا، حتى لو ما يستحقوش، حتى لو يقدروا يشتغلوا ويجيبوا فلوس، طب بس اديهم مجانا. عيالك لما تاخد منك مجانا، طب ما انا بديهم يا ابونا، انا بشتغل لمين؟ اكل وشرب ونوم، حته الشغل بس عشان يقوموا بنفسهم شويه، يصرفوا على نفسهم شويه. ما تبسش في عيالك، ما تزرعش فيهم انه انا مستقل واقدر ادبر حياتي بنفسي من دلوقتي. في وقت هيتجوز ولا هيخش الدير ولا هيعمل، هيبقى مستقل وهيكبر انه يصرف على نفسه، بس يعيش خير اللي مدعو يعيشه حسب كلمه الله. بابا وماما كانوا مديني كل حاجة مجانا. عشان كده كلمة الله بتنورنا على حاجات كتيرة في حياتنا. مجانا أخذتم، يقول يسوع، مجانا أعطوا. فأنتوا بتاكلوا هنا مجانا. الكلمة وجسد ودم الرب مجانا. عشان إيه؟ عشان يديك الامكانيه انه انت كمان وانت كمان تقدروا تدوا نفسكم مجانا.
ببلاش، مش محتاجين ندفع الناس محبتنا وخدماتنا. انت عملت كده؟ اوكي، ده انت هتدفع كتير قصاد اللي عملته. طب عشان الروح ده يتغير فينا محتاجين ايه؟ نيجي ناكل، نحجز كل قداس، نيجي نسمع. ما نقدرش ننشغل بحاجات تانية بتأكلنا حسب العالم، ما نقدرش. محتاجين نتغذى دايما بطعام الله المجاني، كلمته والإفخارستيه. عشان كده حبايبي النبي إلي في النهاية وبختم، الرب بيقول له كل مرة واثنين وثلاثة، وهو يأكل وينام. بعد كده ثالث مرة قال له كل، انت لسه عندك مشوار طويل. حبيبي انت كمان لسه عندك مشوار طويل مع العيلة ومع العيال ومع المدارس مع الكنيسة في الشغل، محتاج تاكل. فصار على هذه الأكلة مسيرة 40 يوم و40 ليلة. شفتوا ازاي؟ بأكلة مشي 40 يوم و40 ليلة. لفين؟ لغاية لما وصل جبل الله حوريم اللي هو في سيناء. ده جاي من الشمال، هربان من شمال إسرائيل، نازل الشمال، نازل كل يهوذا، وبعد كده راح واصل لسينا، وفي سينا طلع جبل سينا حوريم، وهناك دخل في المغارة اللي ربنا ظهر له فيها واداله رسالة كبيرة جدا يعملها، حتى لو كان وصل لأيام كبر فيها في السن. إذن المشكلة فين حبايبي؟ إن احنا ناكل، وناكل كويس، ناكل وناكل كويس، وناخد مجانا اللي ربنا بيديه عشان نقدر ندي نفسنا، صحتنا، قوتنا، فلوسنا، مجهودنا، كل ميزاتنا نعطيها مجانا حتى يحيا العالم. أمين.